ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. ذوي الاحتياجات الخاصة هن شريحة مالها قليلة بالمجتمع، وإذا ما عطيناها اهتمامنا رح تكون هالشريحة مستهلكة وتأثر بشكل سلبي على الاقتصاد. أما لو اهتمينا بتدريب وتوظيف وتطوير أفراد هاي الفئة، كل واحد حسب إمكانياته، بنقدر نحولهم من مستهلكين لمنتجين بيساهموا برفع الاقتصاد الوطني. رح أحكي لكم عن تجربة ألمانية بالموضوع، اسمها ورش العمل المحمية، يلي بتعطي ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة تعلم مهنة وكمان فرصة التوظيف أو إعادة التأهيل للي فقدوا قدراتهم المهنية نتيجة حادث أو صدمة نفسية. هاي الورش بيتم فيها تنظيم ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم مهنياً، وممكن كتير من خلال هاي الورش يلاقوا وظائف وأشغال بسوق العمل الأساسية أو ضمن مؤسسات خاصة لهاي الفئة أو غير خاصة لهم. وبكل الأحوال بتوفر هاي الورش فرصة منيحة للاندماج مع المجتمع ليصيروا ذوي الاحتياجات الخاصة شركاء بالحياة العامة وما بينعزلوا بعيد عن المجتمع، وهاد بحد ذاته بيمنحهم شعور بالتفاعل والانتماء وبيحولهم من فئة مستهلكة لفئة منتجة. من خلال هاي الورش بيتم تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على وظيفة أو مهنة حرفية مع اختيار المكان والمهنة المناسبين، يعني المهنة المتناسبة مع نوع الإعاقة أو طبيعة المشكلة، وبالتالي الورشة المناسبة يلي لازم يلتحقوا فيها. فمثلاً بتختلف ورشة العمل المخصصة للصم عن المخصصة للي بيعانوا من مرض عقلي، ويلي بتتميز غالباً بطبيعة إبداعية لتفتح المجال للمريض عقلياً إنه يعبر عن يلي حاسس فيه وعم بيفكر فيه، مثل الرسم أو تعلم الأشغال اليدوية أو إنتاج أدوات فخارية وأعمال تزيينية. وهي الأشغال بتنباع بمحلات خاصة أو بالأسواق العادية بمناسبات معينة مثل عيد الميلاد والفصح، وهيك بيستفيد الشاب أو الصبية بمبلغ بيعيل في حاله، وبيستفيد المجتمع من تحويل هذا الشخص من فرد مستهلك لفرد منتج قادر يشتغل وينفق على حاله، وبتلعب بنفس الوقت دور نفسي كبير داعم له. وممكن يلتحقوا يلي بيعانوا من أنواع أخرى من الإعاقات بورش عمل صناعية بيتعاملوا فيها مع آلات وأدوات كهربائية، وبيتعلم الواحد منهم على تنفيذ مهمة واضحة مكونة من خطوة واحدة، وخطوة خطوة بيتم العمل كامل. بعد ما ينهي الملتحق بهاي الورشة السنة الأولى ممكن يحتاج لسنة تانية لمراكمة الخبرة والثقة بالنفس ضمن دورات متقدمة لتحسين مشاركته المهنية بالحياة العامة. بيحدد مدة الدورة وأهمية استمرار الشخص فيها تفاعله وإدراته وحاجته الحقيقية للتطوير أكثر، والقرار بهذا المجال بيرجع للشخص المعني والمشرف على الورشة. وما بيتوقف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بورش من طبيعة بسيطة، لأنه في شركات بتعمل برامج تكنولوجيا متقدمة وورش محمية لذوي الاحتياجات الخاصة استقبلت هاي الفئة للمشاركة فيها والتعلم ضمنها. وفي شركة ألمانية عملت خطوة مميزة بمجال التدريب ودمجت بين الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث أنه نص العاملين بفروعها المنتشرة بألمانيا والنمسا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيتولوا مهام ومسؤوليات بمجالات النقل والإمداد والإدارة والتكنولوجيا والتنمية والتخزين والبيع، وهن مشمولين بالتقديمات والتأمينات يلي بيحصلوا عليها الأصحاء وبتساووا معهم بالرواتب والأجور. وبتستفيد هاي الشركة من دعم من شركات تانية، منها كمبيوترات قديمة بتنحط بتصرف موظفينا من ذوي الاحتياجات الخاصة ليتدربوا عليها ويستخدموها. أما من الناحية القانونية فبيحكم القانون المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولازم توظف 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مقابل 60 من الأصحاء، وتجهز أماكن شغلهم بوسائل الراحة المطلوبة، ومنها حمامات خاصة مشان اللي بيستخدموا كراسي متحركة، واللي ما بيقدر يلتزم بهذا القانون بيدفع ضريبة لدعم ورش عملهم وتدريبهم لمواجهة الحياة. هاي أفكار منقولة من ألمانيا لتحويل فئة كاملة من فئات المجتمع مالها قليلة بالغالب من فئة مستهلكة لفئة منتجة، وهذا الشيء كتير له تأثير على اقتصاد البلد. السعودية مثلاً أصدرت قرار قبل 3 سنين بتوظيف وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدرت توظف قدرات وطاقات 62% منهم، تحولوا لمنتجين وتحملوا نفقاتهم ودعموا السوق والاقتصاد. نحن ضروري نستفاد من هاي التجارب بتجارب شبيهة أو جديدة. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.